أنا لا أتحدث عن الآراء التحكيمية، ودايما الآراء التحكيمية لا يتحدث عنها من المفترض إلا الخبراء التحكيميين، حتى لو الحالة واضحة ربما القانون يقول لنا حاجات مش شايفينها، وما شاء الله قانون التحكيم كل 3 دقايق بيتغير، فأنت ممكن تبقى أنت شايف الحاجة فاكرها صح 100% وتطلع غلط 100% والعكس صحيح. صح يا كابتن جهاد؟ كلام مظبوط 100%. عامل ايه؟ الحمد لله كله امورك كويسه. صباح الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينا الكريم. دايما بتشرف وتنور. ده شرف ليا. بس انا لما بقول للناس مثلا عشان يقعد يقول لك ايه انت ما قلتش رايك ليه في اللقطه دي ومش عارف ايه، والله انا مش عشان عايز، انا ممكن وانا قاعد مع حضرتك اقول لك ضرب الجزاء يا كابتن جهاد، بس اقولها كده ايه بالحب. فانت تيجي تقول لي لا يا كريم القانون بيقولش كده. فالتحكيم تحديدا عكس الكوره، انا ممكن اقول لك ايه لا الفرقه بتلعب 4-2-1 تقول لي لا بتلعب 3-4-3، ممكن كلنا بقى نقعد نقول اللي احنا عايزينه. في التحكيم مفيش الكلام ده قانون. تمام صح كده؟ تمام. القانون بقى بيقول ايه في النهارده في المباراه دي مع الكابتن محمود البنا وطاقم التحكيم الرائع في مباراه الاهلي وبيراميدز؟ واولا انا طبعا طاقم التحكيم الرائع اقصد بيه ان هم ناس محترمه لا لا وبرده الاداء كان رائع، انا بتكلم على الاداء كان كويس، انا ما اختلفتش معاه في لقطه واحده طول الماتش، لكن في الاخر لقطه غير مؤثره في نتيجه مباراه اختلفت معاه، لان احنا بنتكلم على لقطه بنتكلم فيها ان هو سلوك جسدي او عدواني. سلوك جسدي او عدواني هتقولنا اللقطه يا جماعه والكابتن هو سلوك جسدي او عدواني هنوصل لها في التحليل واحنا مشغالين مع بعض، لكن بتكلم عشان الناس تبقى فاهمه. نسمع القانون الاول. القانون بنتكلم في سلوك جسدي، هو الكره اللي حصل في الكره في الحكم صفر ركله حره مباشره للفريق الاهلي، خلاص اللعب دلوقتي الكره خارج اللعب، بقى اصبح اللي حصل بعد كده كله سلوك، وبالتالي ده سلوك يعاقب بكارت احمر مش بانصار. ده اختلف مع البنا في القرار الاداري اللي اختلف معاه. اللقطه انا بختلف معاه في القرار، لان القرار ده في الدقيقه 22 كان هيسهله كتير قوي في المباراه. انا بتكلم في اللقطه في الدقيقه 22 الكارت الاحمر لو طلع، احنا خدنا النهارده 7 انذارات في المباراه، كان ممكن نوفر من 3-4 انذارات في المباراه لو اللقطه دي اتعامل معاها بالكارت الاحمر. انا دلوقتي يعني رايح للعيب وضرب بالركبه بالمنظر ده اقل تقدير فيها كارت احمر، لان ده سلوك جسدي من رمضان صبحي تجاه لاعب الاهلي، وكان لازم البنا يتعامل معاه بالكارت الاحمر. الغريب كابتن جاد وده سؤال ليك، هنا مش هتدخل الفار المفروض؟ الفار انا كان تعليقي على الفار احمد الغندور من الحكام الكبار، ده بالمنظر ده طبعا لا يمكن تعدي بالمنظر ده الا بكارت احمر في اي مكان في العالم هتبقى كارت احمر. احمد الغندور كان امبارح بيحكم ماتش الاسماعيلي وقلنا يا جماعه ما ينفعش، ما الحكم احمد الغندور له كل تقدير وكل احترام، حكم كبير من الحكام الدوليين الموجودين عندنا طبعًا. لكن ما ينفعش امبارح يكون بيحكم ماتش في الاسماعيليه وماتش مهم وماتش فيه ضغوط، الاسماعيلي بينافس هبوط وماتش صعب طبعا، وهو امبارح اجات عمل ماتش كويس جدا امبارح. لكن ان انا امبارح يروح اسماعيليه يحكم ماتش ويرجع من اسماعيليه اجي النهارده اخده حكم فار فطبعا ده كومنت كبير جدا على التعليم. تقصد انه مرهق ذهنيا؟ انا قاعد انت قاعد في الاوضه بس ذهنيا ماتش كبير، ماتش الاهلي وبيراميدز ماتش كبير، عايز حكم فار يكون مركز زي الحكم في الملعب.